أرهان يسلموا. صحة وهنا. إمتى بدنا نروح على وان؟ بدها تيجي بنت من الضيعة لهون، رح علمها على الشغل شوي بعدين بنروح. ما بقى عندي صبر. إيه طول بالك، يعني مالك مرتاح هون؟ إلهام حابب يتقوى ببيتنا. ماشي. هات. السلام عليكم. أهلا وسهلا آقا. وأهلين فيكي. صواش بالبيت؟ لا، راح لعند الخال بولات. بنتي خبري شأن الخالهم إني جيت. حاضر، تفضل. ألو، مين عم يحكي؟ نازان حبيبتي. بورا، هذا رقمي جديد، احفظي. نازان حبيبتي، أنا اشتقت لك كتير. بورا اسمع، لبق تتصل فيني. نازان سامحيني، طلعت قاسية كتير هالمرة يا شي عجيب. نزلت أسهمنا كتير عندها، شو هالقصة؟ نازان، نازان بترجاكي، على الأقل لا تحرميني من صوتك، بترجاكي. بورا لبقى تتصل فيني، أنت دمرتني. بعرف أنا غلطت كتير بحقك. أنا ما بقدر استمر معك، هذا قراري. أعطيني فرصة تانية، ما عم بقدر أعيش بلاكي نازان، الدنيا ما عم تمشي بلاكي. شلون يعني أعطيك فرصة؟ عم قلك دمرتني، انتهى الموضوع. شو ما قلتي معك حق، أنا ندمان كتير، بس هلأ فهمت الحب بيقدر يغير كل شي. رجاء رجاء أعطيني فرصة.